السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم. هنشوف مع بعض الطريقة السهلة لتغيير اليوزر نيم أو اسم المستخدم على حساب انستجرام الخاص بيك. بنروح نفتح التطبيق الخاص بالانستجرام، وبعدين بنروح على أيقونة الحساب اللي في الأسفل علشان نفتح الصفحة الرئيسية للحساب. بعد كده بنروح على تعديل الملف الشخصي، الاختيار ده. بعد كده بننزل على اسم المستخدم اللي هو ده، نضغط عليه ونحذف الاسم الموجود ونعمل اسم نيو او حديث، نكتبه بالشكل ده، تحذف الاسم، تبدأ تكتب الاسم اللي انت عايزه او تختاره. وبعد ما بنخلص الاسم ايا كان هو، بتضغط على علامة الصح اللي في الأعلى، وبكده بتكون انت غيرت اليوزر نيم الخاص بحسابك، وممكن تغيره وقت ما تحب مرة تانية. يا رب يكون الشرح أفادكو، ما تنساش تشترك في القناة، تضغط لايك للفيديو، وإلى اللقاء.